إذن البداية من أزمة الكهرباء، حيث أكد وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أنه من المفترض أن تزيد التغذية بدءا من اليوم الساعة 11 ليلا كنقطة أولى إلى حين وصول سبوت كارغو في 25 آب المقبل، مشددا على استمرار التعاون مع العراق. وفي حديث للأو تي في كشف فياض عن أخبار سارة من الجزائر تاركا الأمور تتبلور أكثر للإفصاح عن تفاصيلها. وبالفعل وبعد هذا الكلام تلقى فياض اتصالا من نظيره الجزائري محمد عرقاب عبر خلاله عن رغبة بلاده بتوجيه من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بمساندة لبنان في تأمين الوقود لتخطي أزمته من خلال تزويده بهبة من الغاز أويل تحدد كميتها وفقا للمحادثات التي سيستكملها الطرفان. وقد ثمن الوزير فياض مبادرة الجزائر التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان ولم تألو جهدا دولة وشعبا ومؤسسات للمساهمة في نجدته ومساعدته في أزماته تماما كما العراق الشقيق بحسب فياض المتضامن مع لبنان في كل أزماته والمستمر في تزويده بالفيول للنهوض بقطاع الطاقة. شو المشكلة اليوم؟ ليه العالم ما عندها كهرباء؟ ليه فجأة لبنان صار بالعتمة؟ مشكلة لوجستية مأسوف عليها. نحن السبوت كارغو كنا عاملين مناقصة عمومية على الشراء العام لحتى نجيب غاز أويل من مصريات الكهرباء لبنان. بنفس الوقت كنا عارفين أنه يمكن يتأخر الفيول المبادلة من الفيول العراقي، وكانت هيدي موجودة كصمام أمان. هلا كان الرأي من الجميع من ضمنه إدارة كهرباء لبنان أنه يكون في غطاء سياسي على مستوى الحكومة ورئيس الحكومة لموضوع شراء السبوت كارغو، فبالتالي انتظرنا لنحط على مجلس وزراء وأخذ القرار في هذا الإطار اللي هو السبوت كارغو، يعني تشتري من السوق 30 ألف طن غاز أويل. هيدا الشيء تم، وبعد ذلك رحنا بدنا نلزم السبوت كارغو. بالفعل انا لزمت السبوت كارغو، بس الاعتماد المالي يعني اللدو كريدي اللي بدها تطلع لحتى يسري مفعول السبوت كارغو، يعني يطلع الباخره وتجي لعنا تتحمل وتجي لعنا، لازم يفتح ال سي حسب العقد مع الشركه. فبالتالي طلبنا من اداره الكهرباء تعمل هالشيء، وشوي تاخر موضوع الإخراج المالي للـLC اللي بيجيب للسبوت كارغو. هيدا هو اللي أخر شوي السبوت كارغو. وبنفس الوقت لقينا حل تاني اللي هو بوقت اللي بيجي فيه سبوت كارغو، متوقع هيدا الشيء بـ 24 أبريل جاي، إنه من هلأ لوقتها بنستعمل ديزل من المنشآت. وطلعنا بحلول بهذا الإطار. وعلى المستوى الإداري كنا عم نشوف إذا الحلول بدها مجلس إدارة أو لا، وبالأخير طلع في حل عملناه امبارح بالليل، يعني وافقوا عليه كل اعضاء المجلس الاداره شفهيا على التليفون، بس متوقع اليوم يرسخوه خطيا باجتماع مجلس الاداره اللي حصل. فهيدا بيحل لنا صار المشكله على المستوى الظرفي من هون لحد 25 الشهر. على المقلب الايجابي من الموضوع انه السبوت كارغو بس يجي بخلينا نرفع التغذيه لحد 600 ميجا وات، بترجع بترد لنا 5 إلى 6 ساعات تغذيه ببيروت وبالمناطق، وبنفس الوقت كل المرافق الحيويه، وان شاء الله بتكون مستمره هذا الموضوع بفعل المساعده تبع العراق اللي ما عم يبخل علينا فيها ابدا، وعم بيقوم بالاستثناءات اللازمه مثل ما بتعرفي بظل الفراغ التشريعي اللي عندنا اياه، وعم بيمشي لنا هالشحنات. ومبارح اجاني كمان خبر من دوله رئيس الحكومه والفريق تبع دوله رئيس الحكومه ووزاره النفط العراقي انه هن ملتزمين الى ابعد حدود وخاصه بهذه الظروف مع لبنان لحتى يأمنوا لنا الفيول العراقي، وحتى طلبوا انه نزيد الكميات، يعني نحن بدهم يجربوا يعطوا الماكسيموم بالهاي سلفر فيول اويل اللي نقدر نحصل عليه شهريا. فان شاء الله هيدي العمليه بدها تستمر. وبتعرفي انه نحن بالتوازي اقترحنا واعتمد مجلس الوزراء، نحن اقترحنا واعتمدت الحكومه اليه من خلالها بتقدر كهرباء لبنان توفي بجزء من التزامات اللي هي للفيول العراقي. يعني هيك بنكون ضربنا عصفورين بحجر، يعني جمعنا المستحقات الماليه تبع الكهرباء من المؤسسات العامه، وبنفس الوقت اعطينا للعراق وحلحلنا ساهمنا بحل حاله مشكله العراق. فالعراق اذا مستمر، الشحنه من العراق بتتحمل ب 26 اب 2024 هلا يعني، وبعد ذلك ب 10 ل 15 يوم بيوصل كمان الغاز اويل من المبادله العراقيه حوالي 50 ل 60 الف طن غاز اويل، بيخلونا نستمر بال 600 ميجا وات التغذيه، وان شاء الله بالمستقبل القريب يقدر يكون فينا حتى نزيد التغذيه بدخول معامل اللي هي الزوق والجيه
اللي هن التشغيل كيف يسموه reciprocating engine المعاكس اللي بيخلونا نزيد كهرباء 200 ميجا وات. يعني في أمل بوضع أفضل بالأيام والأشهر المقبلة، بس بدنا نشتغل مع بعضنا وما نشتغل ضد بعضنا، لأنه إيد لوحدة ما بتزقف. وكمان يعني السيلفر لايننج أو الشيء المنيح اللي تظهر مبارح بالأزمة الأنية اللي عانينا منها، إنه جددوا التزاماتهم الإخوان بالعراق مع لبنان مع زيادة الكميات والالتزامات الشهرية، وعلى أعلى مستوى من رئيس الحكومة ورئيس الدولة سألوا عنا، وأيضا عرضوا إنه يساهموا بالإسراع قد ما بيقدروا من جهتهم. وبنفس الوقت أنا بتوقع كمان أخبار سارة بدي أقول لك من الجزائر في هذا الإطار، بس بدنا نترك هيدا الموضوع ليتبلور أكثر لحتى نفصح عنه بالتفصيل. دكتور فياض، انت لا من يلي حضرتك كنت عم بتقوله هلأ، اليوم في بوادر انه أيوة، ترجع تبلش التغذية اليوم او بكرة؟ المفروض بتزيد التغذية من اليوم الساعة 11 بالليل، مفروض ترجع تزيد التغذية لحوالي 150 أو 200 ميجا وات على شبكة الكهرباء. هيدا بيعطيكي للمرافق الحيوية كلها خاصة المطار وغيرها استمرارية بالكهرباء عبر خطوط الخدمات، وحتى للناس بالمنازل بيبقى ساعة أو ساعتين كهرباء كنقطة أولى لبين ما يجي السبوت كارغو ب 25 الشهر آب كما قلنا. نعم، هلأ على المستوى السريع من الليلي بيتحسن الوضع وبيصير يتحسن أكثر بكثير ابتداء من 25-26 آب بوصول الغاز أويل المنتظر بالسبوت كارغو، وبعد ذلك بأوائل أيلول وصول كمان الغاز أويل من مبادلة مع العراق، بيزيد كمان أكثر الفيول والمخزون واستقرار الطاقوي إلى حد كبير. وبعد ذلك زيادة الكهرباء فوق 600 ميجا لل 800 ميجا، بس تدخل معامل الزوق الجي اللي هي تناضح معاكس أو reciprocating engines حيز التشغيل.